أسعد الله مساءك ومساء مشاهديكم. في الحقيقة هذه ليست الدعوة أو البيان الأول لمنظمة أو لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. هذه الدعوة هي الدعوة الرابعة، يعني في نيسان 2017 وأيضا في حزيران 2017 وفي نوفمبر مرور ذكرى السنوية الثانية على اعتقاله أيضا 2018 أيضا أصدر بيان بهذا الشأن. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقول بأن تركيا باعتقاله لسيد ديمرتاش فقد اغتالت الديمقراطية. يعني كلنا يعرف أسباب اعتقال سيد ديمرتاش هي أسباب سياسية وليس له أي علاقة بتنظيمات مسلحة. التهمة طبعا هي جاهزة بتهمة قيادته لمنظمة إرهابية، وهم يقصدون هنا حزب العمال الكردستاني، ودعوته إلى قيام بأعمال إرهابية، والاتحاد الأوروبي وأيضا المنظمات حقوقية أخرى وأيضا منظمات الأمم المتحدة كلهم يعرفون بأن جاء اعتقال السيد ديمرتاش نتيجة نجاحه. كلنا يعرف تجربة حزب الشعوب الديمقراطية في تركيا في 2014 لمع اسم هذا الحزب من خلال السيد ديمرتاش وتكريسه لمفهوم الديمقراطية في تركيا، وليس على صعيد الأحزاب اليسارية والكرد فقط، وإنما كل شعوب التي تعيش في تركيا. ولا ننسى وجود ديمرتاش في منظومة تدعو إلى نظام رئاسي كما كان يريدها أردوغان وقد حققها، كانت سوف تفشل، لذلك أبقوه في المعتقل وصدر بحقه وقتها حكم لمدة 142 عام. يعني كلنا يعرف 142 عام أي مؤبد. لذلك محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تأمل ونتيجة الظروف الأخيرة التي تمر بها تركيا. نعم، لكن هذا الأمر يبدو أنه لا يجدي نفعا، يعني عدة دعوات وتنديدات وأيضا محاكم تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الأسبق. إلى أين هل يمكن أن تذهب هذه القضية أبعد من ذلك؟ في الحقيقة من خلال ما يحدث في تركيا، يعني قبل أيام رأينا أيضا أصدر حكم لمدة 22 عاما بحق ممثلة أخرى في البرلمان التركي وأيضا رئيسة مشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية. هذه الممارسات كلنا يدرك، يعني نعرف بأن مجرد نداءات وبيانات من مؤسسات حقوقية ومحكمة مثل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لا تجدي نفعا، لكن ربما صدور البيان في هذا التوقيت بالذات، يعني وخاصة هناك جملة من العقوبات فرضت، يعني منها عقوبات اقتصادية تم فرضها على تركيا وأيضا هناك عقوبات أمريكية على تركيا، ربما في هذا التوقيت سوف يكون هناك جدوى من هكذا بيان، ربما تركيا ستراجع نفسها نتيجة الضغوطات. يعني أيضا في هذه الفترة رأينا صندوق النقد الدولي قد أقرض تركيا مليارات الدولارات من أجل أن ينهض بالاقتصاد التركي، لأن الاقتصاد التركي معرض للانهيار. فربما توقيت صدور البيان سيكون له تأثير على الحكومة التركية. ضيفي من باريس أستاذ إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي، شكرا لك على هذا التوضيح.